يا ابن آدم، قم يا ابن آدم، قم للحساب. هلم يا فلان للعرض على الله، هلم يا فلان للعرض على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، ففي رحمة الله، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أرى بعض الناس وجوههم سوداء وبعضهم وجوههم بيضاء، لكن ترى ما هو لون وجهي؟ يا ناس، يا عالم، أخبروني، هل ترون وجهي؟ أسألك يا الله، أسألك يا الله، ألا تشوي خلقنا وترتفع الصرخات ويزيد البكاء وترتد الأرض وتنفطر السماء وتكور الشمس فتلقى في البحار وتنقلب البحار نارا وتنسف الجبال حتى تكون كالتراب وتدنو الشمس من الخلائق على مقدار ميل والناس في ذلك الموقف عراة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يزفر صدري كالمرجل والبابور وترتعش قدماي وتصطك أسناني وترتخي أطرافي. نتمنى لو ملكنا أموال الدنيا لنفتدي هذا اليوم، نتمنى لو ضحينا بكنوز الأرض لنتجاوز ذلك اليوم، نتمنى لو كان معنا كل شيء حتى لا نصل إلى ذلك اليوم. الكل خاضع والكل خاشع والكل منتظر. ويوم يعظ